تفضلوا. السلام عليكم ابو وعليكم علي. السلام، عليكم تفضل. السلام. السلام على الداعية للامام المهدي. انا خادم لك، ارفع صوتي ستنا. العفو 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 ابو علي. دكتور فدوى اعرف لك، انا عمري 42 سنه وكلش تعبانه من كلياتي، كلياتي سوى حصو. كلياتك مين يعني حصو؟ اي دا يقولون الدكاتره هي الكليه دا تكون حصو. يعني اي طبعا اللي اريده من جنابك اسمعيني. اي اي تاخذين هذا العسل نص كيلو، نص كيلو عسل. نعم. تاخذين 250 غرام عصير الفجل. نعم. 250 غرام عصير فجل. نعم. زائدا زنجبيل 100 غرام عصير الزنجبيل. مو هذا اللي يبيعونه العطارين، هذا الفريش تاخذينه تحصرينه بالعصارة الجزر. تمام. تاخذين 100 غرام عصير بصل. نعم. هاي للعالم أرد أعطيها للثواب حتى يفتهمون. رحم الله. أذني تاخذين، اسمعيني يا بنتي، أذني تاخذينهن، تاخذين تخلين عليهن هذا العسل، تبرشينه بخلاط اللبن او خلاط الخلاط هذا الموجود، بعد ما تحطين تاخذين ربع ملعقة شاي فلفل حار عليه. نعم. وروحي اخذي ملعقة الصبح وملعقة بالليل على كباية ماء، اذا ظل عندك حصو وظليت التعبين تعال عاتبيني انا خادم. دكتور بلا زحمة، رحمة للحسين، وعندي خلاص انا عندي هشاشة بالعظم وزوجي هاي الهشاشة.